لكل محصول عمليات زراعية يؤدي الالتزام بها إلى نجاح الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية من الفدان. كذلك فبعض المحاصيل التي تتنوع أصناف التقاوي بها تختلف المعاملات الزراعية التي تتطلبها عن بعضها البعض. ورغم أن الاختلاف في أغلب الأحيان يكون طفيفاً، إلا أن مراعاة أداء المعاملات التي يحتاجها الصنف دون غيره من الأصناف يؤثر بشكل كبير على جودة النباتات. ونظراً لما يتمتع به القطن المصري من مكانة عالمية ومحلية متميزة، تستمر الجهود البحثية في إنتاج أصناف جديدة من شأنها تحقيق أعلى إنتاجية وأجودها من حيث صفات المحصول. وفي موسم 2017 تبدأ زراعة الصنف الجديد جيزة 94، وما من شك أن التزام المزارع بالمعاملات الزراعية التي يحتاجها هذا الصنف تتيح له تحقيق أعلى وأفضل إنتاجية، كما تتيح له زيادة هامش ربحية الفدان. بفضل من ربنا بنزرع قطن كل سنة. الجماعة مشكورين بتوع الأشياد، السنة دي جابوا لنا صنف جيزة 94، فاحنا من خلال حضراتكم عايزين نعرف كيفية المعاملة مع الصنف ده اللي هو جيزة 94، وعايزين نعرف كيفية المعاملة معاه بالنسبة للسقية والتسميد والرش، وعايزين نعرف كل ما يتميز به الصنف عن بقية الأصناف الأخرى. صنف جيزة 94 ده النهاردة طبعا هنتكلم على صنف جيزة 94، صنف من الأصناف الجديدة اللي معهد القطن استنبطها خلال الفترة اللي فاتت ونزلت السوق كصنف تجاري يحل محل صنف 86. صنف 94 دوت من الأصناف طويلة التيلة المخصصة للوجه البحري. زي ما احنا عارفين الصنف دوت يكاد يحل محل صنف 86 على فترات متتالية. هنلاقي في الصنف دوت بيلبي الاحتياجات المحلية بتاعتنا، بتاعت المغازل المحلية، يلبي احتياجات المزارعين من انتاجية عالية جودة كويسة للغزالين، صنف تصديري من الدرجة الأولى مطلوب في الأسواق الخارجية. هنعرف في الحلقة دي المواصفات العامة للصنف دوت وأهم المعاملات الزراعية اللي احنا بنتبعها. بس نحب قبل ما نبتدي في الموضوع دوت ان احنا نقول ان القرار الوزاري رقم 95 السنة دي لسنة 2017، المادة رقم 9 فيه بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان احنا بنزرع صنف جيزة 94 دوت في المحافظات الاتية: محافظة الشرقية باكملها، محافظة بورسعيد باكملها، محافظة الدقهلية باكملها، محافظة الاسماعيلية باكملها، محافظة المحلة، محافظة الغربية في مركز المحلة، ومحافظة كفر الشيخ في الحامول وبلطيم وبيلة. دي مراكز اكثار بالنسبه للصنف جيزة 94، على اساس ان السنه الجايه هنتوسع في المساحات بتاعته. اهم المميزات بتاعته ان هو يتفوق في المحصول عن جيزة 86، يتفوق في محصول الشعر عن صنف 86 تقريبا بمعدل من 18 ل 20%. عندنا بعد كده المبكر في النطق، مبكر في النطق عن الصنف 86 بحوالي اسبوعين لثلاث اسابيع، وده بيديني فايدة كويسة على أساس إن لما يكون مبكر في النطق أقدر إن أنا أتخلص من المحصول في وقته بدري وأجهز عمليات خدمة للموسم الشتوي. بالإضافة إن هو بيجود في الأراضي الخصبة والأراضي متوسطة الخصوبة، وما ينصحش إن إحنا نزرعه في الأراضي الملحية. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية إن هو بيجود في الأراضي الجديدة والأراضي الرملية وحديثة الاستصلاح، وبالتالي إن أنا ممكن أزرعه في الأراضي الجديدة تحت نظم الري الحديثة. دي حاجة. الحاجة التانية المحصول بتاعه، طبعا المحصول بتاعه يتراوح تقريبا من حوالي 12.5 ل 13 انطار للفدان. ده معناه ايه؟ معناه ان هو في ظل ظروف مدخلات الانتاج الحالية وارتفاع الاسعار ان هو بيقدر يعوض الخسارة اللي بتبقى موجودة عند الفلاح لما يديني الانتاجية دي حوالي 12 انطار في 3000 سعر الانطار تقريبا. 3000 في 12 يعني هون هنعمل 30000، حوالي 36000 جنيه. 36000 جنيه ديت في الفدان لو انا طبقت المعاملات الزراعيه المطلة للوصول بالمحصول دوت للانتاجيه العاليه بتاعته دوت. بعد كده عندنا الصنف دوت فيه حاجه بقى، الصفات الغزليه بتاعته او صفات التيله بتاعته. اولا لونه ابيض، اللون الابيض ده مطلوب في الاسواق الخارجيه ومطلوب في التسويق بدرجه عاليه عشان القماش والكلام من ده والنسيج اللي هو موجود. الحاجة التانية صفات التيلة بتاعته،
هنلاقي ان الصنف دوت انعم، انعم يعني درجه النضج بتاعت التيله انعم من صنف 86، يعني تقريبا حوالي هنقول قيمه المايكرونيري بتاعته حوالي 4.2 4.3 منخفضه جدا عن الصنف 86 اللي هو يعني هيعتبر خشن بالنسبه للصنف 94. المعنى كده ايه؟ معنى كده ان النضج دوت بيديني درجه برمة عاليه، بيديني نعومه اعلى، بيديني جوده فائقه في الخيوط اللي هتنتج للغزل بعد كده والنسيج، وبالتالي بتقلل نسبه الفقد والعوادم اللي هي موجوده في التصنيع. تقريبا نسبه الفقد والعوادم فيه حوالي 5%، نسبه الشعر القصير بتاعته تقريبا 4%. كل المواصفات دي على بعضيها بتديني صفات جوده للغزال وللنساج اللي هو هيشتغل فيه، وفي الفرد بتديني جوده عاليه، وبالتالي لو انا هسوي على اساس الرتبه بيديني محصول الرتبه بتاعته عاليه، وبالتالي بياخد فرق سعر كويس. كل الحاجات ديت هنلاقيها في الاخر معظمها بتعمل لي ان هي بتديني، بتلبي احتياجات المزارع، بتلبي احتياجات الغزال، بتلبي احتياجات التاجر، بتديله ربح عالي، بتلبي احتياجات المصدر والاسواق الخارجيه. الصنف 94 دوت صنف جيد مطلوب في الاسواق كلها، هنحتاجه على المدى الطويل، وهيحل محل 86 بكفاءه عاليه. عايزين بقى نعرف اهم المعاملات الزراعيه اللي انا هعملها للصنف 94 ده كصنف منتج جديد عشان اشتغل بيه طول الموسم معايا، يديني جودة عالية جدا، يديني محصول عالي، مواصفاته كويسة. أولا زي ما احنا قلنا الصنف دوت بيشتغل على الأراضي الخصبة والأراضي متوسطة الخصوبة والأراضي الجديدة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ميعاد الزراعة، زي ما احنا شايفين في الغيط اللي احنا واقفين فيه دوت، الغيط دوت مزروع في 13 مارس، يعني معنى كده الزراعة في ميعاد أمثل. ميعاد أمثل يعني إيه؟ يعني الميعاد اللي هو يجود فيه الانبات، وفي نفس الوقت يديني انتاجيه عاليه، يديني انتاجيه عاليه، ويديني اول فرع ثمري عندي على عقده على عقده منخفضه. العقده الثمريه الاولى في الصنف 94 على العقده 6، وده بيتاتى من ايه؟ ان انا لما بنعمل قياس درجه الحراره بتاعت التربه على عمق 20 سم لمده 10 ايام متتاليه على درجة 15-18 درجة مئوية بثباتها في الجزئية دي، ده هو الميعاد الأمثل للزراعة. طبعا الميعاد الأمثل دوت للزراعة بالنسبة لصنف 86 يتراوح من نص مارس حتى الأسبوع الأولاني من أبريل، وممكن تمتد الزراعة حتى آخر أبريل، ولكن بتبقى زراعات متأخرة بيبقى لها مشاكل تانية دي مش هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى احنا كده عرفنا ميعاد الزراعة. طيب أنا هزرع بكام كيلو للفدان؟ الشكاير اللي هي موزعة على مستوى الجمهورية للأصناف كلها، الشكارة 24 كيلو للفدان بمتوسط 5-7 بذرات بنحطهم في الجرة الواحدة. يبتدي الفلاح يخلي الأرض من المحصول السابق، ويبتدي يجهز يعمل حرتتين متعمدين، وبعد كده يبتدي يزحف ويسوي بالليزر. التسوية بالليزر طبعا زي ما احنا عارفين ما بتكلفش كتير، بتديني استواء لسطح التربة عشان من يما اعرف ازرع كويس، من يما الميه تبقى كويسه، بتوفر معايا في الميه 15% من 15 ل 20، وبتديني سرعه في العمليات الزراعيه اللي موجوده عندي. يبقى اهم حاجه التسويه بالليزر. بعد كده نبتدي نخش في تخطيط الارض، نبتدي نخطط الارض على حسب نوع الارض اللي انا هزرع فيها. لو الارض خصبه هخطط بمعدل 10 خطوط في الاصابتين، لو الارض متوسطه الخصوبه وفيها بعض المشاكل هنخطط بمعدل 11 خط في الاصابتين، لو الارض ضعيفه في الخصوبة شوية هخطط بمعدل 12 خط في الأصابتين. وزي ما احنا عارفين لو احنا هنزرع على مصاطب يبقى عندي 8 مصاطب في الأصابتين، زي في بعض الزراعات بيزرعوا 8 مصاطب في الأصابتين. طيب مسافات الزراعة في كل الأحوال بالنسبة للأراضي الخصبة والأراضي متوسطة الخصوبة على حوالي 25 سنتي ما بين الجورة والأخرى، زي ما احنا شايفين كده الجور منبته في مسافه حوالي 25 سم. بعد ما زرعنا على المسافات ديت اللي هي 25 هنبتدي نعمل عمليه الري. ريه الزراعه بتبقى ريه على الحامي، ريه سريعه جدا، الميه لا تتعدى تلت الخط في الاراضي الخصبه والاراضي الجيده اللي هي ما فيهاش مشاكل خالص، وتطلع للتلت الثاني بالنشع وبتبتدي الجور تنبت. بعد الزراعه بحوالي اسبوعين لثلاث أسابيع نبتدي نعمل راية محياة. راية المحياة دي قبل ما نعملها بنعمل عملية الخربشة. عملية الخربشة دي أول عملية من عمليات العزيب بنعملها عشان
نلم الحشائش اللي هي موجودة. زي ما احنا شايفين كده الأرض بيبقى فيها شقوق وفيها قلاقيل في بعض الأحيان نتيجة إن احنا بنمشي فيها والخلاف والكلام من ده. فبتبتدي عملية الخربشة ديت إيه؟ بنبتدي ننظف الخطوط من الحشائش اللي هي موجود عليها، ونبتدي نسلك الخطوط من القلاقيل وخلافه، ونردم حوالين الجور كويس. نيجي نعمل عملية الخف. عملية الخف ديت عبارة عن إيه؟ إن احنا الجرة زي ما احنا شايفين كده منبت فيها حوالي 6-7 بذرات او 5 او اكتر. فبنعمل ايه؟ بنخفها على اقوى نبتين موجودين في الجرة. طبعا في الحقل اللي احنا فيه دوت لسه ما تكونتش الورقة الحقيقية الاولى. طبعا احنا لما بنقول بنعمل عملية الخف، بنعمل الخف على اقوى نبتين موجودين في الجرة. بالنسبة لو هنعمل زراعات بدرية، بالنسبة للزراعات البدرية لما يتكون لي ورقتين حقيقيتين على النبات، بالنسبة للزراعات المتأخرة لما تتكون اول ورقة حقيقية على النباتات نبتدي نخف. طبعا بنحوش النباتين اللي هم قويين، ونبتدي نشد نبات من الجورة اللي هو النباتات الضعيفة لغاية ما تبقى الجورة بالشكل ده، ونبتدي نردم على الجورة عشان نثبت النباتات اللي هي موجودة فيها، وبالتالي بتتم عملية الخف. بعد كده نثمد الدفعة الأولى من السماد الأزوتي اللي هي بمعدل حوالي 30 كيلو وحدة أزوت للفدان. دي على حسب نوع السماد اللي احنا هنحطه، هل هو نترات أمونيوم، هل هو يوريا، هل هو على حسب النوع بتاعه. هنا بس بالنسبة للجزئية دي ما ننساش ان احنا اول ما بنجهز الارض بنضيف سماد سوبر فوسفات بمعدل 3 شكاير للفدان على البلاط قبل ما بنزرع الارض ونخططها. تمام، يبقى كده احنا وصلنا للتسميد الاولي، اول دفعة من السماد الأزوتي، ونبتدي نروي الراية الاولى. تمام، بعد ما نبتدي نرنيرو الراية الأولى، نيجي بعد كده في العمليات اللي بعد كده، عمليات متلاحقة زيها زي أي محصول قطن بنزرعه في أي حتة، هي نفس العمليات، من تسميد دفعة تانية، من عزيق، من مقاومة الحشائش، من مقاومة الآفات، ونوصل لحد لما نوصل لمرحلة الإزهار والإثمار، نخلي بالنا من الري، نعمل عملية الجني محسن بعد كده، وبالتالي نحصل على محصول جيد جدا. ودي تعتبر أهم المواصفات بتاع الصنف 94 بصفة عامة، ودي اهم العمليات اللي احنا ممكن ايه ناخد بالنا منها. وناخد بالنا من حته ان في الاراضي الخصبه نحط 45 وحده ازوت للفدان، بالنسبه للاراضي ضعيفه الخصوبه بنضيف حوالي 60 وحده ازوت. لو انا بزرع بعد خضار والكلام من ده اخصم حوالي 15% او 15 وحده ازوت من الجرعات اللي احنا بنقول عليها ديت، عشان ما يحصلش عندي مشاكل هياج خضري وخلافه. آمال كبيرة في زيادة وتحسين إنتاجية القطن يمكن تحويلها إلى واقع ملموس إذا تمكن المزارعون من الالتزام بحزمة التوصيات الفنية التي من شأنها تسهيل نجاح الزراعة وإنتاج نباتات قوية عالية الرتبة ووفيرة الإنتاج.